والله كتير حلو. يعني سامي بيك صار جزء من مشروعكم؟ لا الموضوع مو هيك، بس يعني فيك تقول اني انا وياهن عم نتعاون مع بعض بالوقت الحاضر. تفضل. شكرا يا جماعة، ليش عذبتوا حالكم؟ يسلموا ايديكي. شكرا حبيبتي. امي انت يا جماعة مشان الله لا تواخذوني، انا اوقات بتصير معي شغلات غريبة. لو سمحت لو سمحت اتركي من ايديك. انا اسفة والله ما كان قصدي اكسرها. خلص ولا يهمك. امي انت شو عم تساوي؟ ممكن تجيبوا لي خرقة للمون؟ خانو نحن بننظف، اتركي من ايدي. خلص هندا خلص قومي، هلا بتجرح ايديكي. يا جماعة مشان الله لا تأخذوني. ولا يهمك أبدا هندا خانم. أكيد السجادة توسخت. لا تاكلي هم، ما صار شي. شو رأيكم نقوم نقعد بالصالة؟ والله مدري شلون ضربت إيدي بالكاسة. ظاهر إني كبرت بالعمر. عم سامي لا تعذب حالك، هنن هلأ بيجيبون. تفضل تفضل تفضل. اهلا وسهلا. لا تواخذوني، صدقيني يا نهى خانم انا كثير خجلانه منكم. تفضل. ولا يهمك، انسي الموضوع. مين بيعزف بيانو؟ انا. وبدر بيعزف كثير منيح، وبانا كمان بتعزف كثير منيح. عزفه لبدر احسن مني بكثير. وشو فيها؟ بدر طور عزفه على البيانو لأنه على طول بيتمرن، بس أنتي ما اهتميتي بالقصة بالمرة. مؤيد وأنت إمتى رح تعزف بيانو؟ العشاء كتير كان طيب، شكراً كتير. أنا كمان. يسلموا دياتك. شكراً. بتعرفينها خانم؟ أنا رح حاول إني أطبخ الفاصوليا مثل ما كنتوا طابخينها هون، ما بعرف إذا بتزبط معي. يا جماعة بعتقد صار لازم نحكي بالموضوع يلي نحن جايين لعندكم مشانه. نحن عفوا بابا لو سمحت. نعم؟ من بعد إذنكم بدي أحكي بالموضوع بطريقتي. طبعا أنا استأذنت من بابا لأنه أنا وبانا متفقين على كل تفاصيل زواجنا، وأنا بوعدكم إني رح حاول على قد ما بقدر إني خليها مبسوطة. إن شاء الله ألف مبروك يا أولاد. بانا مو أي بنت يا مؤيد، وأنت بتعرف هذا الشي منيح. في شغلة مهمة لازم نحكي فيها، وهي اتفاقية الزواج. وليك جاهزة معي؟ يعني لازم تتوقع، وبعتقد بهالطريقة بتكون كل الأمور توضحت. شو قصة هاي الاتفاقية هندا؟ وشايف من المناسب إنك تحكي فيها هلا؟ اتفاقية شو يا ابني؟ مؤيد أنا ما طلعت عن الأصول، وحبيت إنه ننهي الموضوع هلا بيكون أحسن. بس هلا مو وقتها. بالعكس هلا أحسن وقت. لو سمحت بدر، الوقت مو مناسب لنحكي بهالشي. يا ريت تفهموني، شو قصة الاتفاقية اللي عم تحكوا عنها؟ يا جماعة حدا منكم يرد علي. مؤيد؟ عمو هي اتفاقية زواج، ونحن يعني أنا ومؤيد حكينا فيها، بس مدري ليش أخي بدر فتح هالموضوع بالوقت غير المناسب. ممكن نفهم ليش هيك عملت؟ أنا ما بعرف ليش أنتم مكبرين الموضوع كل هالقد، وإذا أنتوا شايفيني غلطت فأنا ماني شايفه غلط. يا جماعة أنا رح أوضح الموضوع من شان تكونوا أنتوا كمان بصورة كل شيء. هي اتفاقية بتضمن حقوق كل واحد من الزوجين، وبتلزمهم ما يطالب أي واحد منهم بحصة من أموال التاني تحت أي ظرف. وطبعا بانا ومؤيد هنن اللي رح يوقعوا هي الاتفاقية مع بعض مشان يضمن كل واحد منهم حقوقه المادية وحقوق عيلته كمان. بيجوز الحق معكم انه تستغربوا شوي من طبيعة هالاتفاقية، بس بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه هاي الشغلة معروفة، يعني عادي. عكلين وهلأ شو رأيكم نحتفل؟ لازم نحتفل ما هيك؟
حياتي صب لك شمبانيا. حياتي صب لك شمبانيا. شو رايكم نحتفل؟ الخانم بدها نحتفل، بس لحموا عليها الحق على ابني الطرطور. خلص بكفي سامي، انت قلت يلي بدك تقوله. لا لسه ما قلت شي، بس الحق علي انا يا هيندا. اصلا انا ما كنت بدي روح، ما بعرف كيف غيرت رأيي ورحت. وبالاخر شو عملوا فينا هالاكابر؟ طلعنا بلا كرامة والجماعة مسحوا فينا الارض. شوفي وشو قالت كمان؟ كل واحد بيضمن حقوقه المادية، العيلة بدها تضمن حقوقها للخانم. شو القصة؟ هدول شو فاكرين حالهم يعني اذا معهم مصاري ما بيحترموا حدا؟ مو شايفيننا؟ طلعنا قدامهم وكأنه بدنا نسرق عيلة السنانير. مؤيد شوفي ما في شي. عيب عيب عليك، هالجماعة مفكريننا فايتين هالفوتة على طمع. انا ما عم اتجوز اي وحدة، وهدول الجماعة هيك عاداتهم. وبعدين شو فيها هي الاتفاقية يعني؟ اتفاقية؟ وبعدين انتو شو دخلكن؟ انا موافق. ولك يا عديم الكرامة، طالما نحن ما دخلنا مشان شو اخذنا لعندهم؟ ضروري تبهدلنا وتهين كرامتنا؟ كنت روح لحالك، انضرب على قلبك لحالك، لشو لتبهدلنا هالبهدلة؟ لك كل الناس بيوقعوا هيك اتفاقية، بقى فهمني وين البهدلة وين؟ شو بالظاهر زواجتك صار فيها اتفاقيات؟ طبعا مشان يضمنوا انه اخوك ما بده ياخد اموالهم، وكأنه نحن حرامية طمعانين فيهم. انت زغرتنا قدام هالجماعة ومسحت بكرامتنا الارض وما سألت بنوب. لا وشو؟ راحوا وجابوا الاتفاقية وحطوها هيك بوشنا. ليش؟ مشان يفرجونا قيمتنا ويبهدلونا، ونحنا مبسوطين بالشمبانيا اللي عم نشربها وعم نشرب ولا على بالنا. اتمنيت بهديك اللحظة لو فيها سم بدل الشمبانيا اشربها واخلص. يعني هدول الجماعة قللوا قيمتنا ما هيك؟ ها؟ سكوت مهند، ما انك شايف لوين واصلة بيناتهم؟ حتى ما خليتني احكي كلمة. قال شو انا وبانا متفقين على كل شيء، لك ما خليتني اطلبها حسب الاصول، وانا بلعتها وقلت ماشي الحال، بس هنين ما وقفوا عند هذا الحد، وكنت انت مبسوط ولا على بالك ابدا. خلص يا ابني انت اطلع على غرفتك يلا. فيك تفهمني شغله؟ طالما حضرتكم متفقين على كل شيء، ليش اخذتنا معك؟ روحتنا شو كان لها ضروره؟ روح لوحدك لعندهم. اسمعني، طول عمري وأنا عايش بكرامتي ولا مرة تعرضت للإهانة، وبعد هالعمر ما رح أسمح لحدا إنه يهين كرامتي ويقلل من قيمتي، وحتى لو كان واحد منكم كمان. وإذا أنت واحد ما عندك شرف فتصطفل منك إلهم. خلاص بستح... خلاص بقى بكفي. مؤيد لا، وعم يرفع صوته علي كمان. مو ناقص غير إنك تيجي ترفع إيدك علي، هيك علموك بيت حماك الأكابر؟ إنك ترفع صوتك على أبوك؟ الله يستر شو رح تساوي كمان سامي. بو على شكلك واحد بلا ترباية. بابا طول بالك، أنت مبسوطة من ابنك؟ سمعيني صوتك يا خانم. شفتي عمايله؟ شفتي عمايل ابنك المدلل؟ هذا ابنك المتعلم واللي بتحلفي بحياته، طلع بلا ترباية وبلا أخلاق كمان، وأنت يلي وصلتيه لهون. خلص بابا طول بالك وبلا ما تزعل، هلأ بيرتفع ضغطك. خليه يرتفع بلكي بخلص منكم. ليش هيك انت عم بتساوي؟ لكن زين مشان تعرف ليش؟ إذا أنت رجال هلا بتنزل لتحت. استنى ننزل لتحت. ناطرك يا واطي. لك أنت شو قصتك؟ شو بدك فيني؟ بدي موتك يا كلب. والله إذا مرة ثانية بشوفك.